لو عايز تحول لحد على العنوان الدفع اللحظي IPA هتدوس على تحويل. هتختار تحويل لعنوان الدفع اللحظي IPA. هتكتب عنوان الدفع اللحظي IPA للشخص اللي عايز تحوله. هتكتب المبلغ اللي عايز تحوله. هتدوس على تحويل. هتأكد عملية التحويل عن طريق إدخال الرقم السري IPN PIN. وكده هيكون تم التحويل على حساب المستفيد البنكي باستخدام عنوان الدفع اللحظي IPA. InstaPay. أسرع سريع.